مساء الفل. النهارده هنتكلم عن موضوع كان عامل قلق الفتره اللي فاتت بخصوص تصريحات احمد ادم وهجومه الاوفر قوي على تامر حسني. طبعا تامر حسني في نفس اليوم ترك راح منزل فيديو احمد ادم وقال التركايه يعني اللي حصلت واللي كانت مقصوده. وبصراحه انا بحيي جدا جدا معد برنامج بني ادم شوده او ايا كان مين اللي عمل الحركه دي. صايع صياعه خلى احمد ادم يطلع ترند وفي نفس الوقت لا انا قصدي اقول انه انا بتاع كشري. خلينا نشوف. احمد ادم طلع وقال انا ممكن دلوقتي اقول لك رايين مختلفين ونشوف مين اللي فيهم هيطلع ترند ونفس على نفس الشخص، وراح جايب اسم تامر وقال تامر سلام على تامر، هو في زي تامر وناجح واحنا قلنا يومين وهيخلص يعني، لكن لا هو مكمل وبيعمل اغاني وبيعمل افلام وكسر الدنيا وكده. ده الجانب الايجابي. قال لك والفيديو التاني مين تامر حسني؟ تامر هو هيفضل بقى واجع دماغه مش عارف يعمل ايه وهو هينتج ويكتب طيب ممكن الناس تشوفها تحنيكة مني، يمكن يمكن، ولكن يعني انا واحد مرقع شويه بالبلدي يعني انا متظاهر اصلا باب الشعريه بقى مدن الجيش رمسيس الخط ده كله. الطريقه من بعيد قوي فيها سخريه، انتوا عارفين يعني. طبعا الكلام لو كان على عمرو كنت اطلع برضو اتكلم يعني، مش عشان مثلا ايه لو الكلام على عمرو اطلع اتكلم والباقي مش هتكلم، لا يعني لو على عمرو دي يبقى اكيد هطلع اتكلم. بس اشمعنى تامر حسني؟ يعني اشمعنى احمد ادم يقرر او ايا كان مين اللي عمل الفقره دي على تامر تحديدا؟ وحاجه تانية زي ما قلت لكم هي فيها بعض من الهجوم بشكل من بعيد قوي، يعني زي كده ايه لما حد يعمل حاجه ما فيهاش ثغره ما تقدرش تكلمه. قال لك ان انا بدي مثل. ليه انا قلت الجانب السلبي اكتر من الايجابي؟ في طريقه سرده للموضوع بسبب حاجه بسيطه جدا وواضحه. الجوانب الايجابيه اللي انت قلتها مثلا في تامر حسني جينيريك، ممثل كويس وافلامه بتجيب على ايرادات، ما قلتش مثلا ان هو خد جوائز مش عارف كذا، ما قلتش حاجه بالديتيلز التفاصيل. لكن يوم ما هاجمته بتفاصيل، يعني هاجمته قلت يا ابو طالع علينا بشعر ستره وعايز يكتب ولا دي تفاصيل يعني. عد كده والله العظيم ما عدتها في حقيقه الديوريشن بتاع الايجابي والسلبي. يعني مثلا البارت بتاع الايجابي اول ما يتكلم على تامر حسني كام ثانيه والسلبي كام ثانيه، لو طلعوا قد بعض بقى ماشي خلاص انا راجل كده بقى ممكن بقى هو يكون عاملها بالصياعه قوي. بس انا متوقع ان هو الاجابه هيطلع اقل. ليه؟ لانه لما تيجي مثلا تقول لي مصطفى، مش قصدي مصطفى ايا كان مين اللي بيتفرج على اسم مصطفى، بس بتكلم جه على دماغي ايه رايك في مصطفى؟ فاقول لك في رايين مثلا وتشوف مين اللي هياخد ترند. اقول لك بقى مصطفى يا عيني عليه، مصطفى موظف كويس جدا وموظف حلو وموظف ناجح. بس تيجي بقى الحاجه السلبيه في مصطفى، لا مصطفى بقى ما بيجيش بدري الشغل، مصطفى بيسيب كوبايه القهوه بقى، بص تفاصيل. اذا اللي احمد ادم قاله محدش يلومه عليه، هو بيدي مثل وبالصياعه طلع ترند. لكن بصراحه لا بيني وبينكم يعني مقصوده شويه يدي كده من تحت لتحت. ف طبعا تامر بقى بشياكة وعلى البيج عنده يعني بصهاله الفنان احمد ادم بيقول الفرق وان احنا بنركب ترند. واقول لكم بخلاف كل ده للاسف ده الصح، يعني مش ده الصح، قصدي ده المنطق وده صح، قصدي للاسف ده اللي بيحصل. يعني للاسف ده اللي بيحصل. ليه؟ لان انا لما شفت الفيديو يا جدعان ده هو عايز يركب ترند وخلاص، فشفت البارت بتاع هجوم. والمشكله ان قناه الحياه منتجه البرنامج حتى البارت ده بس،
الجو يعني تشيب قوي يعني. فانا قصرت ان انا اتفرج على الفيديو كامل، فلقيت لا ان هو ما يقصدش ده، في حته بيني وبينك كده من جوه بصهاله ماشي. لكن فعلا انت لو عايز تنجح هاجم تامر حسني، هاجم عمرو دياب، هاجم الاهلي، هاجم اي حد ناجح ولسه مستمر بجد، هاجم بقى هاجم. هتطلع ايه؟ هتنجح بس النجاح سلبي، نجاح الناس مش هتحترمك بيه. وفي فرق بين النقد والهجوم. يعني ممكن تقول ايه؟ انا ما بحبش اغاني تامر حسني، او اغاني تامر حسني اللي فاتت احلى، بما اننا بنتكلم على تامر. وفي فرق انك تقول كله فشل في فشل، واغاني تامر حسني فاشله، وانا ما اعرفش هو لحد دلوقتي بيغني ليه. ده نفخ، ده مش هجوم، دي قله ذوق وقله ادب يعني. بس ده اللي كان عندي النهارده. قولوا لي ايه رايكم في تصريحات احمد ادم من وجهه النظر دي، تحنيكه قوي بس والله بجد فكروا فيها، هتلاقوها شويه بيرمي والله بجد. مش عارف بس حسيتها كده، حسيت عارف انت واحد عنده كبت وعايز يقول كل حاجه، وتامر مش عارف ايه وبينتك وبي ايه يا عم في ايه بقى لك، ودي الراي الثاني كده يعني. بس ده اللي كان عندي النهارده، اشوفكم فيديو جديد، سلام.